السلام عليكم ورحمة جديد، معكم مايد. اليوم راجع في مكان نفس ما انتم شايفين ورايا هنا، تجربة جديدة ان شاء الله. بنجرب كذا نوع من الاسلحة. شكرا بينبول الشارجة على الاستضافة وانهم سمحوا لنا نصور هنا وسهلونا الاجراءات كلها، يعطيهم الف عافية. ان شاء الله يعجبكم الفيديو اليوم، بجرب كذا نوع من الاسلحة، اتمنى ان يعجبكم. ولا تنسون اللايك والاشتراك الجديد، كومنتات، ليتس جو. Starting with the handguns, we have Glock, Caracal 92, this is Beretta, Tanfoglio 1911. Wow. Then CZ, different. This is all CZ 75 okay. Scorpion 64, AUG 9mm, MP5. Yeah. Taurus. And in the assault, we have UMP. This is Caracal. Okay. CMP9. This is CAR 816 Sultan. And that one, the UAE edition, right? This is UAE edition. Yeah, okay. And this is a Glock. Glock with the cover. Rony kit. Okay. AUG, also bigger caliber. And we have AR-15, this is Bushmaster. And this is Lancer. And we have Bushmaster. Then if you want, bolt action also we have. Wow. Then in 22 caliber also we have different handguns as well as rifles. شكلنا بنخلص فلوسنا اليوم على الاسلحه هذه. بجرب كل شيء انا. يلا ليتس جو. Today I need some more beats. بتجرب الحين السلطان هذا اللي هو الام 16 النسخة الإماراتية معدلين عليها شركة كاراكال. شركة كاراكال. فالحين بجرب سلاح قوي قوي قوي. ولا واحدة دخل كلهم برا. عيني راحت، جت في راح، كل شيء راح. سلاح قوي قوي قوي. يبه طلع يا ولد الحلال. خلي الناس يشوفون الورقة. سلاح قوي والله ما قدرت. شوف واحدة داخل في الحمرة. واحدة في الحمرة. بس طلقتين. لا، واحدة هني تحت. هاي مو محسوبة. هاي في القلب، هاي في الرأس، هاي في ريلة. جماعة الـ MP5 تشوفونه ولا لا؟ نجربه الحين. سلطان اعرضه شوي. والله كبير وثقيل ترى. شوف الـ MP5 كتبت لك رقم 8. وين؟
ردوه ورا ردوه مشكلة. ما بتكلم. شفت انا راسم راسم اشياء جميله بس انتم ما تشوفونها ما تشوفونها. جرب سلاح كراكال كراكال بجرب كراكال ويقولون انه قوي وسريع بشوف. فوق كله فوق ولا واحدة داخل. يس يس جبت واحدة داخل. جبت أربعة داخل واحدة هني. التوقيع ما وقع أنا بالقلم أوقع بالرصاص. ما يحتاج يعني ما يحتاج يتكلم. لعبتي لعبتي هذا لعبتي الكار معروف في اللعبة وفي الريا في هني بعد يعني فهمتوها أهم شيء. فتشوفون شو بسوي. شيء حصلت شيء وايد حلو. العفيف كود هذا شو هذا شو لك رسبو عارف له الله. شوفوا وين بيجي الحين. كم بيجي شوف وين بيجي يلا شوف وين بيجي بعد هذا يلا شوف وين بيجي يلا. ايوه ايوه اختار ايوه اللي فوق على اليمين فوق على اليمين. يا سلام يا سلام. طبعا نفس ما انتم شفتوا اليوم جربنا كذا شيء وكذا سلاح. شكرا لكم اللي تابعني لهذه الثانيه. وفي اثنين حاب اشكرهم طبعا. واحد راح من الاكل سيبي يأخرني هذا. I would like to thank this guy because he helped me and he's teach me how to use some of the guns. ساعدني وعلمني على كم سلاح أنا ما كنت أعرف لهم وساعدني ووقف على رأسي لغاية ما خلصت. Thank you. Thank you sir. Thank you. Appreciate. وشكرا لكم. لا تنسون لايك وإن شاء الله بيكون في جزء ثاني. Bye bye.